راح نشتغل هلا على الجو تو حتى اقدر اعمل جو تو. لازم يكون عندي ليبل، ليبل بقدر اكتبها اللي بدي اياه، وبس اوصل بالكود وين ما بدي بقول له جو ليبل بيروح على الليبل، يعني بينفذ الكود الموجود هون لحتى يوصل على الجو تو. بس يروح على الجو تو بلاقي الليبل بيروح عليه. رح اعطي اكزامبل اللي اشتغلناه قبل بمره، تبعول الاف او تبعول الفور. فور قلنا انتيجر اي بتساوي صفر، كلمة الاي اصغر من 100 يزيد الاي. هذا الكود اشتغلني، وقلنا بيجي بفتح كاوس رح اشتغل بقلب، هضل عد انا لأوصل للألف المطلوبة. لهيك رح فوت حط سيريا دوت بيجين لحتى اشوف الاشياء. قلنا 9600 سكر، نعمل له سيريا دوت برنت لاين للفاريابل الاي. انا هون عم اقول له ضلك عد الاي راح يعد ال 500. طب اذا انا عملت كونديشن جيت قلت له هو عم يعد بقلب الفور اف اي بتساوي 50، شو بدي اياه يعمل؟ اذا الاي صارت بتساوي 50 بدي اقول له go to label. شوف شو بيطلع معك. خليني وقفه واطلع شوف شو عم يصير عندي. صار عندي 4 5 10 16 20، بنزل فيها لثلاثين اربعين مثل ما شايفين هون. ثلاثين اربعين خمسين رجع بلش بالصفر. يعني انا قدرت وقفها قل له بس توصل لهيدي القيمة اللي انا بدي اياها ارجع للليبل، الليبل بيرجع بفوت على البوك الفور اللي هي الاي بتكون فيها صفر. طب اذا مثل ما نحن شايفين انه هون عم اشتغل على السريع، في اشتغل بالديلي. مثلا قبل ما يعمل برينت، من بعد ما يعمل برينت او قبل، بقول له ديلي، بقول له مثلا ميتين، هاي ميلي سجن. شفتوا كيف ببلش يعد؟ هلا اتغلبة بس مش هالمشكلة. ستين 47 50 مرجع بضله ليرجع يوصل لخمسين. فمعناتها انه بالجو تو مقدر انا وقف وين ما بدي وارجع للليبل اللي عندي اياه وين انا محدد له.
val value اجي نفس الشغل ما فيها شيء غلط. هيعمل نفس الشغل بس يوسع على 50 هيرجع يعد من الأول. طب إذا حطيت الفال هون بالفويد سيت اب ما بتزبط بده يعطيني ايرور. شفتوا اعطاني اياها ايرور لازم تكون بنفس المطرح. هاو الاغلاط لازم ننتبه لهم. مش الحال كود ما فيه ولا اي غلط.